أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، واصل الحديث حول مساق الثقافة الإسلامية، ووقفنا في اللقاء الماضي عند التحديات المعاصرة للثقافة الإسلامية. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن موقف الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى، من الثقافة الفارسية والثقافة الهندية والثقافة اليونانية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن التحديات التي واجهت الثقافة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان متمثلا في تحدي المشركين وتحدي المنافقين وتحدي اليهود. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن التحديات الأخرى للثقافة الإسلامية، يعني التحديات المعاصرة التي نعيشها اليوم على أرض الواقع للثقافة الإسلامية، وهي متمثلة في ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستشراق، الأمر الثاني التبشير أو التنصير، والأمر الثالث الصهيونية. نبدأ بالأمر الأول، ألا وهو أو بالتحدي الأول، وهو الاستشراق. الاستشراق، ما تعريف الاستشراق؟ الاستشراق مجموعة من الغرب، يعني هم ليسوا من الشرق وليسوا من العرب، إنما هم من الغرب الكافر. مجموعة من الغرب انتحلوا صفات العلماء، يعني اتصفوا بصفات العلماء والباحثين، يعني هم درسوا لغة الشرق، يعني لغة المسلمين وتاريخ المسلمين ثقافة المسلمين، وبحثوا في ذلك. لكن هذه الدراسة ليست من أجل عيون المسلمين، وليس من أجل صالح المسلمين، ولكن من أجل الطعن والدس والتشكيك في الإسلام، التشكيك في القرآن الكريم، والتشكيك في السنة النبوية المطهرة. كما مرة بأعيد، قول الاستشراق مجموعة من الغرب انتحلوا صفات العلماء والباحثين للطعن والتشكيك والتشويه في الثقافة الإسلامية، في الثقافة الإسلامية. هذا الذي يسمى بالاستشراق. طيب، ما هي أهداف الاستشراق؟ يعني للاستشراق أهداف كثيرة، علينا أن نعيها، أن نفهمها، أن نحفظها جيدا. أولا، سلب الروح الإسلامية من المسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يستحي المسلم أن يقول أنا مسلم، وخاصة المسلمون الذين يعيشون في الدول الغربية، في دول الكفر، وخاصة أو أخص من ذلك حينما يكون المسلم غير ملتزم التزاما كاملا بدينه، مسلم بالهوية فقط لا غير، كما نسمع عن كثير من المسلمين اليوم الذين يعيشون في دول الكفر. أن يسلب الروح الإسلامية من المسلم، أن يعني يستحي المسلم أن يقول أنا مسلم، بدل ما يكون له عز وكرامته يفتخر بأن يقول أنا مسلم، فهو يستحي من ذلك. هذا هدف من أهداف الاستشراق. الهدف الثاني، تصوير القرآن الكريم
بأنه منتزع من التوراة والإنجيل، وهذا هراء، كلام ما أنزل الله به من سلطان. إيش جاب القرآن الكريم للتوراة والإنجيل المحرفتين؟ لأن التوراة الموجودة اليوم والإنجيل الموجود اليوم حرفه اليهود والنصارى. ثلاثة، تصوير الثقافة الإسلامية بأنها منتزعة من الثقافات الغربية، وهذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان. الثقافة الإسلامية مصدرها، أول مصدر من مصادر الثقافة الإسلامية كما عرفنا القرآن الكريم، والثاني مصدر السنة النبوية المطهرة. وإيش جاب القرآن الكريم الثقافات الغربية الفاجرة الداعرة المنحطة، اللي احنا بنشوفها اليوم، الفساد الأخلاقي المنتشر في الغرب ويرسلونه إلى الشرق لأجل ذبح الشباب المسلم وضياع الشباب المسلم وانحطاط الشباب المسلم. أربعة، الطعن في الإسلام وتشويه الإسلام، يعني أربعة وخمسة معنى واحد، إنه خاصة جاءوا إلى الإسلام وطعنوا في الإسلام من قبل المرأة، وقالوا بأن الإسلام ظلم المرأة وأعطاها نصف الرجل في الميراث وجعل العصمة في الزواج للرجل ولم يجعلها للمرأة، والمرأة مضطهدة عند المسلمين، وهذا كلام هراء. الإسلام هو النظام الوحيد في العالم اليوم الذي احترم المرأة وكرم المرأة وجعل لها شأنا كبيرا، وهي بنت وهي زوجة وهي أم وهي معلمة وهي مربية. الإسلام الوحيد الذي كرمها وعززها. ستة، تحريف القرآن والتشكيك في التراث الإسلامي، وحرفوا في القرآن الكريم، وهذا حصل قبل قرابة 20 سنة، إنهم رفعوا كلمة من آية في سورة آل عمران في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رفعوا من القرآن الكريم كلمة غير، فصارت الآية إيش؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهم أغبياء، ظنوا يعني أن المسلمين لن يكتشفوا هذا، وطبعوا المصحف طبعات فاخرة وأهدوها للمسلمين في استقبال رمضان في ذلك الحين كهدية. فجاء المسلمون فتحوا المصحف وأخذوا يقرؤون حتى وصلوا إلى هذه الآية من سورة آل عمران، ووجدوا فيها الخلل الكبير، لأن القرآن الكريم كما نعلم محفوظ في الصدور وعلى السطور، واليوم عندنا ملايين من المسلمين يحفظون القرآن عن ظهر قلب، فهم يريدون أن يشككوا في القرآن ويحرفوا القرآن، لكن القرآن الكريم محفوظ من عند الله، من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلن يستطيع أي إنسان، أي مخلوق على وجه الكرة الأرضية أن يغير شيئا في القرآن الكريم. هذه بعض أهداف أو أخيرا من ضمن، وهي مهمة جدا، سبعة من أهداف الاستشراق: إضعاف قوة المسلمين، وهذا أمر خطير وخطير جدا ونحن نعايشه اليوم على أرض الواقع. انظر ماذا فعل أعداء الأمة الكفار وأعوان الكفار وأذناب الكفار، ماذا فعلوا في المسلمين؟ شتتوهم وأضعفوهم وقتلوهم وجعلوهم يتقاتلون ويتناحرون، كل دولة بجوار دولة تتناحر على المياه، تتناحر على الحدود، تتناحر على البترول، وهم يتفرجون علينا. انظر إلى العالم العربي اليوم كيف أصبح متفرقا، كيف أصبح مشتتا،
كيف أصبح الآن كل دولة عدو للدولة التي تجاورها إجمالا. وهذا مخطط قديم لأعداء الدين، في عندهم قاعدة تقول فرق تسد، فرق الأمة العربية والإسلامية تصبح سيدا عليهم، وهذا من أخطر الأساليب والأهداف التي حققها أو حقق جزءا منها أعداء الأمة، إضعاف قوة المسلمين. الأصل لو أن المسلمين اليوم اتحدوا، عدد المسلمين قرابة 2 مليار، 2 مليار مسلم، لو أنهم اتحدوا لأصبحت لهم قوة كبيرة، قوة عسكرية وقوة اقتصادية، قوة بشرية وقوة إنتاجية، عندنا أموال طائلة، خيرات كثيرة، لكن للأسف الشديد الذي يسيطر على هذه الخيرات هم أعداء الدين بسبب العملاء والخون الموجودون في الدول العرب. طيب، ما هي وسائل الاستشراق؟ ما هي وسائل الاستشراق؟ الاستشراق وسائل كثيرة، منها تأليف الكتب المسمومة، يعني بألف كتب ويضعون أيش؟ يضعون السم في العسل كما يقولون. كذلك تأليف المجلات المسمومة فيها تشويه الإسلام، إلقاء المحاضرات المسمومة، بيجيب لك يعني ساعة محاضرة لصالح الإسلام ثم بعد ذلك 5 دقائق من باب التشكيك في الإسلام، وهذا شيء مدبر له مسبقا. وكذلك تأليف الموسوعات العلمية وتخطيط المخطوطات الإسلامية وإصدار المعاجم المسمومة، وهذا يعني موجود. يعني انظر إلى المعجم المنجد في اللغة العربية، الذي ألفه مستشرق، الذي ألف المنجد واحد مستشرق، وفيه يعني أخطاء كثيرة ضد الإسلام والمسلمين، ولذلك قال عنه بعض العلماء المنجد لا ينجد. اقرأ فيه لكن بدك تكون حذر وتعرف ما هو الصحيح وما هو الخطأ. هذا بالنسبة لأهداف الاستشراق ووسائل الاستشراق، ولكن العلماء تصدوا لها وما زالوا يتصدون مبينين زيفها، وعلى رأسها وعلى رأسهم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. هذا بالنسبة للتحدي الأول من التحديات في حاضرنا المعاصر. التحدي الثاني المعاصر للثقافة الإسلامية ألا وهو التبشير، وفي بعض العلماء بسموه التنصير. ما تعريفه؟ هو ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الدينية الغربية لنشر المسيحية في العالم والقضاء على كل دين غير النصرانية وخاصة الإسلام. افهم هذا الكلام جيدا، وخاصة الإسلام. كمان مرة، التبشير ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الدينية الغربية لنشر المسيحية في العالم والقضاء على كل دين غير النصرانية وخاصة، هم يريدون القضاء على الإسلام. وتابع ماذا يحدث اليوم في الدول الغربية وخاصة في فرنسا، ماكرون هذا رئيس فرنسا الذي يحارب الإسلام جهارا نهارا في هذه الأيام. هم أعداء لهذا الدين، هم أعداء لهذا الدين، لا يريدون للإسلام أن ينهض، ولا يريدون الإسلام أن يكون له مكانة، بل هم يشوهون الإسلام ويريدون من كل المسلمين، يعني هم يتمنون أن 2 مليار مسلم أن يصبحوا من المسيحيين، يعني من النصارى، لكن هيهات هيهات.
هذا تعريف التبشير. التبشير له أهداف، لكن الكاتب لم يكتب أهداف التبشير وإنما انتقل مباشرة إلى وسائل التبشير. طب لماذا لم يكتب أهداف التبشير؟ العلماء قالوا بأن أهداف الاستشراق هي أهداف التبشير، أهداف التبشير هي أهداف الاستشراق، وذكر الكاتب أهداف الاستشراق فلا يريد أن يعيدها مرة ثانية، وانتقل مباشرة إلى وسائل التبشير. ما هي الوسائل التي استخدمها المبشرون لإيش؟ من أجل أن يحققوا أهدافهم. أولا إنشاء المؤسسات والجمعيات، ثانيا إنشاء المدارس والكليات والمستشفيات والمستوصفات ودور النشر والاتصال، ثالثا المخيمات الصيفية، رابعا منظمات الشباب، خامسا مؤتمرات الشباب، سادسا الأندية. يفعلون هذا في الظاهر أنه خير للإسلام والمسلمين، لكن هم ينظرون إلى المستقبل من أجل أن يشوه الإسلام حتى يترك المسلمون الإسلام ويصبحوا نصارى ومسيحيين. وهذا ما يحدث يعني في البلاد العربية اليوم، ما يأتي لنا به أعداء الدين من طحين وسيرج، هم في الظاهر يريدون الخير لكن في الباطن يريدون أن يقول واحد من المسلمين أن والله النصارى أفضل من المسلمين، بيجيبونا طحين، بيجيبونا سيرج، بيجيبونا معلبات، وهذا شيء مخطط له قديما. هذه يعني باختصار حول وسائل التبشير. لا أستطيع أن أفسر وأشرح أكثر من ذلك لأن الوقت يداهمنا. الأمر الثالث والتحدي الثالث من التحديات في الواقع المعاصر ألا وهو الصهيونية، وإحنا أهل فلسطين يعني نعرف ذلك جيدا. الصهيونية، ما تعريف الصهيونية في الاصطلاح؟ العلماء قالوا هي حركة، احفظ على الجميع أن يحفظ هذا التعريف، كل التعريفات التي مرت، التبشير والاستشراق. الصهيونية هي حركة عنصرية احتلت أرض فلسطين لتكون وطنا لهم بجميع عصاباتهم الصهيونية. إذن هي حركة عنصرية احتلت أرضنا، أرض فلسطين، وهجروا أهلنا وذبحوا نساءنا وأطفالنا ودنسوا مقدساتنا لكي تصبح هذه الأرض، أرض فلسطين، وطنا لهم. ويأتي العرب ويطبعون معهم ويضعون أيديهم في أيدي الصهاينة الملاعين. ماذا تريد بعد هذا؟ كيف يصير هذا الكلام؟ إذن الصهيونية حركة عنصرية احتلت أرض فلسطين. اقرأ التاريخ ماذا فعل الصهاينة بدير ياسين وكفر قاسم والمجازر. كانوا يبقرون بطون الحوامل ويذبحون الأطفال والنساء حتى يهرب الفلسطينيون ويتركوا أرضهم وبيوتهم وأعمالهم وأموالهم. هذا ما فعلته العصابات الصهيونية. واليوم العرب وبعض العرب وبعض حكام العرب يضعون أيديهم في أيدي الصهاينة. الله أكبر، ما الذي يحدث؟ إذن هذا تعريف الصهيونية. طب ما هي أهداف إقامة ما يسمى بالدولة الصهيونية؟ أذكرها بسرعة. أولا تأمين المصالح الاستعمارية عسكريا واقتصاديا وسياسيا عن طريق السيطرة على الممرات المائية في المنطقة، يعني في العالم العربي، في الوطن العربي، وهذا ما نراه على أرض الواقع. إشغال أهل المنطقة وإبقائهم في حالة ضعف، هم لا يريدون
للدول العربية أن يصبح أقوياء، دائما في حالة ضعف يقتتلون، كل دولة تقتتل مع جارتها، أو نفس الدولة الحاكم يقتتل مع شعبه، حتى يظل العالم العربي في فوضى وفي ضعف كبير، والعدو هو المسيطر كما نعيشه اليوم على أرض الواقع. ثلاثة، تهديد دول المنطقة. تهديد دول المنطقة عن طريق جعل هذه الدول رأس حربة، توجهها القوى الاستعمارية لأي بلد استعماري ما تشاءت. واليوم احنا شايفين الدول العربية يوجد فيها يعني قواعد عسكرية كثيرة للأمريكان، ومن هذه القواعد ينطلقون لذبح المسلمين هنا وهناك. أربعة، وهو الخطير من أهداف ما يسمى بالدولة الصهيونية، طرد أهل فلسطين من وطنهم إلى البلاد المجاورة. وإحنا اليوم شايفين كثير من ملايين، قرابة 6 مليون من الشعب الفلسطيني يعيش في الشتات، مهجرون. الشعب الفلسطيني مهجر في لبنان وفي الأردن وفي في سوريا وفي السودان وهنا وهناك، كما قال أحد العلماء لنا نحن الفلسطينيين في كل بلد في الكرة الأرضية لنا خيمة ومقبرة، أينما تذهب مكتوب على الحيطان فلسطيني مر من هنا. الفلسطيني موجود في كل القارات في الوطن أو في العالم كله، أينما تذهب تجد فلسطين، تجد فلسطين يعيش في هذه الدول. ولذلك بسبب ماذا؟ بسبب أن الصهاينة شردونا، طردوا أهل فلسطين من أرضهم وجاءوا وبنوا ما يسمى بكيانهم المسخ، الكيان الصهيوني. هذه إذن هي أهداف ما يسمى بالدولة الصهيونية، على الجميع أن يحفظها وأن يفهمها. أخيرا، ما هي ممارسات الصهيونية في الأراضي المحتلة؟ وهذا نحن اليوم نعيشه على أرض الواقع. أيضا على جناح السرعة أقول، أولا فرض المناهج الدراسية التي تتلائم مع مصالح الصهيونية. واليوم الوطن العربي، الحكومات، كثير من الحكومات العربية تغير المناهج في المدارس لكي تنسجم مع ما تريده الصهيونية العالمية. أي آية تحدث عن قتال اليهود وحديث نبوي عن قتال اليهود هذا يحذف من المنهاج اليوم. وهذا للأسف الشديد ما يحدث في دولنا العربية. غيروا حكومات، كثير من الحكومات العربية غيرت المناهج لكي تتلائم مع ما يريده الصهاينة. اثنين، حذفت من المناهج أشياء كثيرة. هذه يعني النقطة الأولى والثانية مرتبطتان مع الأشياء التي لا تتلائم مع أهداف ومصالح الصهيونية. ثلاثة، عملت الصهيونية على تشويه الثقافة الإسلامية في أذهان الطلبة حينما يسمون المسلمين بالإرهابيين. المسلم الذي يدافع عن أرضه وعن مقدساته وعن عرضه هذا يسمى إرهابيا، أما هم فلا، هم حمامات السلام، حمام السلام كما يقولون. لا. أربعة، عملت الصهيونية على تهويد القدس وفلسطين.
هم يريدون أن تصبح فلسطين لهم. وانظر ماذا فعلوا في المسجد الإبراهيمي، قسموه زمانيا ومكانيا. يعني في أيام لا يرفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، وجوا في قسم كبير لليهود الصهاينة، فقسموا المسجد الإبراهيمي زمانيا ومكانيا، وهم الآن يحاولون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. ولكن إن شاء الله تعالى مع صمود المسلمين هناك والمرابطين لن يستطيعوا بإذن الله تبارك وتعالى، رغم كل المحاولات ورغم كل المؤامرات من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، إلا أن المسلمين هناك إن شاء الله يقفون لهم بالمرصاد رغم كل التضييق عليهم. 4 أو 5، إزالة كل أثر من أثر العرب والمسلمين. ولذلك تجد الصهاينة اليوم بزيلوا المقابر المسلمين القديمة حتى لا يظل أي أثر يثبت على أن هذه الأرض للمسلمين. شوف الخباثة كيف وصلت إليهم. 6، زادت اعتداءاتهم على المقدسات فأحرقوا المسجد الأقصى، ولذلك أحرق المسجد الأقصى، يعني مقدمة المسجد الأقصى في 20/8 عام 1969، وقالوا عن اللي حرق هذا المسجد الأقصى بأنه مجنون، وهذا ليس مجنون وإنما هذه مؤامرة حصلت في ذلك العام 20/8/1969. أخيرا استولت يعني الصهيونية على المسجد الإبراهيمي كما قلت قبل قليل، وحولته إلى كنيس، وقسمته إلى زمانيا ومكانيا. هم يهدفون إلى أن يستولوا على كل فلسطين، كل فلسطين تصبح لهم. لكن إن شاء الله تعالى الإسلام قادم والنصر للمسلمين، نحن فقط نريد أن نتحد وأن نسير على منهج الله، على القرآن وعلى السنة، بذلك إن شاء الله تعالى نحرر أرضنا ومقدساتنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. أكتفي بهذا القدر، وبذلك أكون قد أنهيت المبحث 5. نقف إن شاء الله تعالى عند بداية المبحث 6، وهو عبارة عن التشريع الإسلامي، يعني جزء منه يتحدث عن التشريع الإسلامي وجزء آخر يتحدث عن العبادة في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.